ولماذا أخرت خطبة العيد بعد الصلاة؟ وهل شرط لصحة الصلاة أن يستمع المسلم إلى الخطبة؟ كانت الخطبة لصلاة الجمعة في الأصل بعد الصلاة، ولكن لما ترك الناس الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب وذهبوا إلى التجارة، وفي ذلك نزل قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، إلى آخر الآية، شرعت الخطبة قبل صلاة الجمعة حتى يحبس الناس لسماعها. أما في العيد فبقيت الخطبة على الأصل من أنها بعد الصلاة، والاستماع إلى الخطبة ليس شرطا لا في صحة صلاة الجمعة ولا في صحة صلاة العيد، وإنما هي سنة فقط، لو تركت فالصلاة صحيحة، والله أعلم.